يعطيكم العافية. معاكم مرة ثانية وبرنامج مستر مصلز. نكمل مشوارنا في هذه الحلقات. راح نعيش مع الكابتن فواز الحلاوة مجموعة من التمارين، ولكن حلقة اليوم بتكون خاصة بعضلة البايسبس. بعد شوي بنتعرف على الصح والغلط في هذه العضلة المهمة وتمارينها بعد الفاصل مع فواز الحلاوة. تابعونا في برنامج مستر مصلز. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافية. حبيبي. قواك الله. حبيبي. رجعنا لكم بعد الفاصل، نكمل مشوارنا مع البطل فواز الحلاوة، وإن شاء الله أكيد بنكمل مشوارنا وتمرين الباي. طبعًا. كمل الباي. عضلة الباي. شنو تعني لك هاي العضلة؟ أحلى عضلة. أحلى تمرين. ليش أحلى تمرين؟ وليش أحلى عضلة؟ أنا بالنسبة لي لأنك تشوف يصير الباور كله قدام عينك عكس الظهر، الظهر ما تشوفه. هي والصدر نوعا ما. هي والصدر اللي تحس فيهم أكثر شيء. بس يا حلو لما يكون في عروق وحركات. أكيد طبعا. تحس إن أنت شي واصل مرحلة. بس تكون تعبان حدك. منتهي حدك صح. منتهي حدك صح. والتمرين هذا أيضا اللي عارفه أنا إنه يخلي الواحد ينتهي. صحيح. يتعب. تلعب سينجل ولا؟ لا. Together. Together forever. Forever. حلو. التمرين هذا ليش وش حقه وتاثيره على العضله نفسها؟ ضيج. هذا ضيج داخلي طبعا نفس داخلي. البار اللي لعبناه لحد الان قاعد تركز على التمرين الضيج. اي حلو حلو، لان احنا لعبنا اول شيء ضيج بعدين واسع. فنرد نعيد الضيج. ضيج طبعا. فواز قال التمارين هذا لان عنده على كلامه عنده مشكله في العضله الداخليه للباي. نعم. نوعا ما ضيجه، فقاعد يبلش بقوه حتى يكبر عضلها وينميها حتى تتوازن مع باقي اجزاء عضله الباي. عدل كلامي ولا في شيء غلط؟ صحيح. طول عمرك. أربع أسباب رئيسية تؤدي إلى التخلص من زيادة المحيط الوسطي اللي موجودة في الجسم. أول سبب هو قانون الثلاث ساعات. لازم أحرص أنك تاكل وجبة كل ثلاث ساعات. وأسوأ عادة غذائية ممكن يسويها الإنسان اللي ممكن تزيد من منطقة البطن هي تناول كمية كبيرة من الطعام في آن واحد. لذلك اللي يأكل وجبتين باليوم دائما مكرش. اللي يأكل خمس إلى ست وجبات باليوم تختفي الكرشة نهائياً. هذه أول نقطة. الأمر الثاني وهو أمر في غاية الأهمية، دق حديد، مو رياضة هوائية. أنا دائماً أشوف اللي يعاني من الكرشة يروح يركز على الكارديو، يركز على المشي، يركز على القاري، يركز على السباحة، يركز على هذه أمور زينة وتقلل من منطقة البطن ما في شك، ولكنها مو بالضرورة أنها تقضي على منطقة البطن. فقد ينزل الوزن بالكامل للجسم ولكن تظل منطقة البطن هي الأعلى بروزاً بالجسم. لذلك زيادة الكتلة العضلية اللي هو العضلات اللي بالجسم سواء الظهر والصدر والريول والبايسبس والترايسبس هذه كلها تؤدي إلى تقليل منطقة البطن عن طريق أمرين. أول شيء شد الدهون اللي دار مدار منطقة البطن، والأمر الثاني تنظيم سكر الدم بالدرجة الأولى الذي يوازن ما بين الجزء العلوي والجزء السفلي بالجسم. والأمر الرابع والأخير وهي نصيحة ممتازة، قلل النشويات والسكريات بالليل على العشاء. ليش؟ لأن السكريات والنشويات هي مصدر الطاقة الرئيسي في الإنسان، وبالليل وقت الراحة والنوم والسكون فتنفرز الطاقة في الجسم، إذا لم تصرف تتخزن على هيئة الدهون. كم تبي وزن؟ والله كيفك. 20؟ حط. زين 20؟ إيه زين. يلا. وهذه 20 يا الربع. بسم الله. طبعاً المسكة الضيقة. الكرسي. الكرسي الكرسي. الكرسي. موضوعة. الكرسي طبعاً إيه؟ لازم يكون الحد لهني. حد. حد هذه. إيه حيث إن الكوع. ما يصير كذي، يعني يصير مريح لهني. اي الكتف والكوع كله الايد مريحه بس لا تقدر يعني مو كذي لا ولا كذي. اي كذي لازم يكون سيده قاعد. شوف هذا الكرسي ضبطه على حسب الطول طبعا. شوف انا الحين مرتاح. مرتاح ما عندي مشكله بالطريقه هذه مع كتفي مرتاحين. ممتاز. المسكه تصير كذي. حلو. هذه الضيجه طبعا السحبه لوين؟ للوي. للوي. الرده طبعا اردها كامله ولا كامله؟ لازم ما تأدي لا. المفصل لا. ليش؟ ليش؟ لان شوف انا الحين رات كامل مو فارد ايدي، الجهاز مو مخليني افرد ايدي كامل. بس لو كان تمرين حر ممكن يخليك ممكن يعوض اذا كان دامبل مثلا نفس الفكره. اذا كان دامبل نفس الفكره يسحبك. يسحبك اذا ثقيل الوزن. حلو حلو. فهذا يعني اكثر شيء الناس اللي يلعبونه وزن يكون متعود عليه. وزن ثقيل نوعا ما ولا لا؟ يركز فيه لان عضله يعني صغيره. انا فوز. انا اسف قاطعتك بس انا اسمع يركز 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 يركز. شنو يعني يركز؟ خلينا نوريه حق المشاهدين. ابي يعني اشوف تركيز بعضلات الباي الخاصه يعني فواز الحلاوة. كذي شوف ياخذ وقته. ايه؟ واحد
2 مثل التعليق ولا اقل من التعليق شويه؟ اقل من التعليق شويه. تعليق 1-2 اي هذه واحد الحين وصلنا 4 مو العدد لعبت بالكامل الفكره اي 6 صارت الحين بعد إيه؟ كم طقه؟ شوف من العشرة انا ليلة 12 من العشرة ليلة 12 ممتاز حلو الحين وصلنا الحين 10 اتوقع 11 12 خلصنا الحين اول جوله وضع صدر الجانبي انت تقدر تاخذ اي جنب تاخذ الجنب اليمين الجنب اليسار بالوضع اللي انت تقدر تشوفه افضل وضع صدر الجانبي الحكم يبي يشوف عضله الاكتاف الامامي الذراع المعده الريش الصدر اي نعم الصدر هذا مو واضح وايد نفس الجزء اللي انا قاعد اعطي فيه لكن انا ما اقدر اثني بزياده واغطي عضله الصدر لازم يكون هني مفرود شوي صدر الصدر يكون مرتفع لفوق الرجل تكون لازقه بالثانيه تلزق اكثر ويكون في انحناء بسيط يكون اللاعب شويه نازل وشاد عضله البطات والفخذ الجانبي بالشكل هذا انت تقدر تحوز على عين الحكم وتكون طالع باجمل منظر ما قلت لي شنو كم جوله وش موضوع التمرين يعني 4 جولات ايه؟ انا 12 دقه او 10 و12 بس انت على ما اعتقد مبين عليك انت من النوع اللي ما تحب رقم 10 12 فوق ايه؟ صح بس المشكله انه يعني اذا زدت وزن يعني هي تصير مثل فيها تسوي بالانس اذا زدت الوزن العب 10 تلعب 10 خاصه الجوله الاخيره ايه؟ في مجال تمرين هذا العب اخر جوله دروب سيت ايه؟ جربتها ايه؟ جرب الحين ايش رايك يلا زيد وزن زيد 5 يلا هذه الخمسة الأولى وندش 12 يلا بس كذي لازم تحط زيادة عشان يصير دروب سيت يعني 5 ورا 5 ورا 5 عشان هم بعدهم تصوير العكس يصير كم تبي يعني؟ يعني تحط مثلا بعد 5 اي انت تبي تزيد وزن انا قاعد اريحك وطق 7 طقات اي بعدين لا مو الجولة هذه الجولة الأخيرة الرابعة كمل وصلت 5 7 8 9 10 تمر 1-2 شعورك باللحظة هذه طبعاً قاعد تحسسني إني قاعد أرد مرة ثانية جاهز حق البطولة أنت المشكلة أنت يتصور ما يتمرن صدق يعني يعلمونا توري الناس شلون التمرين لكن بس الإحساس صار اللي صار إن تعال تمرن صدق مو قشمرة إحساس صار إحساس البطولة فتعبت شوي نوعاً ما صراحة شوية دام تعبت يبا الحلقة خلصت ماك دروب سيت تحياتنا لك نكمل إن شاء الله الحلقة الجاية وتمرين جديد خاص بعضلات الباي إيش رأيك إيش عندنا الحلقة الجاية باي الله يسلمك قلنا تكوير هامر مو تكوير قلت لنا هامر يا جماعة هامر مع إنه نحب التكوير ولكن يلا الحلقة الجاية هامر والطريقة الصح شلون تلعب هامر سحب عدل لا هذه الشغلة أنا أضيع فيها وايد بتعلمها معاكم إن شاء الله الحلقة الجاية مع فواز حلامة